السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: العراق وحكم الولائيين. مشاهدينا الكرام، سيكون ضيفنا في هذه الحلقة رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية الأستاذ علي الصاحب عبر سكايب، وبإمكان حضراتكم أيضا المشاركة معنا من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب اللي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية واللي راح نقرأها إن شاء الله أثناء هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نناقش اليوم ما يتعلق بإدارة الدولة العراقية بعد 2003. من الذي يتحكم بمفاصل العراق؟ من صاحب الكلمة الفصل؟ هل هو طرف داخلي أم دولي؟ هل حكومة محمد الشيع السوداني هي حكومة شكلية وضعها الإطار التنسيقي كديكور، أم أن القرار بيده واللي يحدث من تصعيد سياسي وأمني وانعكاساته الاقتصادية تتم بعلم وموافقة السوداني؟ هل تصعيد الميليشيات الموالية لإيران ضد القواعد الأمريكية يتم بعلم السوداني، خاصة وأنه القائد العام للقوات المسلحة؟ وإذا كان هذا التصعيد يتم بمعزل عن السوداني، ألا يعد عصيانا عسكريا يتوجب معاقبة من ينفذه؟ هل استطاعت أدوات إيران فرض سيطرتها التامة على العراق والتحكم به من مختلف الجوانب؟ وما هو مستقبل العراق في ظل حكم محور إيران الولائي له؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا الكرام راح نناقشها ونحاول الإجابة عليها في هذه الحلقة. ننتظر مشاركاتكم. بالبداية مشاهدينا الكرام، عندنا طبعا تقرير نريد نشوفه مع حضراتكم، تقرير لصحيفة أو موقع The Daily Beast الأمريكي اللي يتحدث عن المصالح الأمريكية الإيرانية وهذا التخادم بالوظائف، أيضا التبادل بالأدوار ودور العراق الضحية اللي واقع بين هاتين الدولتين. الموقع الأمريكي يقول بأنه إيران ترفض الانسحاب الأمريكي من العراق على عكس ما يروج داخليا داخل العراق من دعوات لإرسال القوات الأجنبية خارج العراق، إبعادها، انسحابها من هالمصطلحات. طيب إيران ليش تخاف أو تخشى من انسحاب القوات الأمريكية من العراق؟ لأن إيران تخشى من زيادة وطأة العقوبات الأمريكية عليها، ولأنها تعتبر العراق الرئة الاقتصادية للاقتصاد الإيراني أو للنظام الإيراني، وبالتالي ليس من مصلحتها أنه أمريكا تنسحب من العراق لأنه راح تشتد العقوبات أكثر على إيران، وهذا الشيء ما يخدم إيران. خلونا نشوف هذا التقرير مشاهدينا الكرام ونرجع حتى نبدأ النقاش ويا ضيفنا الكريم وأيضا حضراتكم. لم يعد العراق ساحة تنافس وميدان نفوذ تستخدمه إيران في إطار صراعها المصلحي مع الولايات المتحدة فحسب، بل تحول إلى منفذ تتنفس طهران من خلاله لتخفف من وطأة العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب سياساتها التوسعية في المنطقة وزعزعتها للاستقرار العالمي. هذا ما يشير إليه بوضوح تقرير لموقع The Daily Beast الأمريكي الذي يقول إن رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني يستطيع من خلال الإطار التنسيقي الذي يملك الأغلبية في البرلمان إنهاء الوجود الأمريكي بتشريع قانون، لكنه لن يفعل ذلك لأن طهران تخشى العقوبات الأمريكية على العراق في حال سحبت واشنطن قواتها، فإيران التي يعاني اقتصادها بشدة تعتمد على ثلاثة شرايين حياة هي صادرات النفط إلى الصين والتجارة غير المشروعة والعراق الذي تعتبره شريانها الاقتصادي الرئيس. ويلفت التقرير إلى أن إيران تظهر للعالم دائما أن حكومة بغداد تحت سيطرتها وأن استمرار وجود العسكريين الأمريكيين في العراق هو بإذن من طهران وتحت رحمتها، وهو ما يفسر جعل ملف الانسحاب الأمريكي من العراق مناطا بلجنة، ما يعني تسويف الملف شيئا فشيئا. وبحسب ديلي بيست فإن 3 مليارات دولار تنفقها الحكومة في بغداد على 160 ألف مقاتل من الميليشيات الموالية لإيران، وهو ما يكلف ملياري دولار سنويا، الأمر الذي يعكس حقيقة اكتظاظ هيئة الحشد بالفضائيين أي العناصر الوهميين في واحدة من أوجه الفساد الكثيرة التي تعمل بها هذه الميليشيات، ف
فضلا عن سيطرتها على العديد من مؤسسات الدولة وعمليات تهريب السلاح والمخدرات التي تنشط بها، إضافة إلى المكاتب الاقتصادية التي تدير أعمالها المشبوهة وغيرها من الموارد الكثيرة التي تستفيد منها إيران في النهاية وتسخرها لتمويل أنشطتها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفنا في هذه الحلقة عبر سكايب الأستاذ علي الصاحب رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية. حياكم الله أستاذ علي. أهلا ومرحبا، حياكم الله أستاذ علي. بداية، والسؤال اللي وضعناه عنوان لهذه الحلقة يعني عنوان ضمني، من الذي يحكم العراق؟ نعم، تحية مسائية لك ولجمهورك وللعراقيين جميعا. بالحقيقة البلد يدار منذ التغيير، منذ عام 2003، بالعقلية الثأرية وليست العقلية الثورية، وبالتالي كل حكومة تأتي كي تستلم منصبها تكون خالية أو بعيدة عن المنجز أو المؤثر بقدر ما هي تستعرض بطولاتها أو تحاول التسقيط من الذي سبقها، وبالتالي نشهد هذه المناكفات وهذه الخلافات، الأمر الذي يشتت القرار السياسي مرة والإنجاز الحكومي مرة أخرى. وبالتالي عدة عوامل وعدة شخصيات قد تكون متدخلة فيما تقصده في سؤالك، هل يدار من قبل رئاسة الوزراء، رئاسة الجمهورية، رئاسة برلمان؟ أنا في تقدير الخاص أقول هذه السلطات الثلاث ربما كانت شبه عاجزة عن تقديم ولو جزء بسيط من الحكم، لا أقول الحكم المثالي، ولكن الحكم الذي يجب أن يكون لدولة تعتبر ذات سيادة ولديها دستور دائم ولديها كل مقومات النجاح. إذن من يحكم العراق لن نستطيع تحديده بجهة واحدة، وإن كان حكم العراق على ما نص عليه الدستور بعد التغيير هو حكم وزاري، أي رئاسة الوزراء أو السلطة التنفيذية هي الأقرب إلى المواطن وهي الأقرب لتقديم المنجز، لكن كانت على مدى السنوات الطوال حكومات متعاقبة، كل من تأتي تحاول أن تظهر مساوئ الذي سبقها أو تحاول أن تقدم منجزاتها، لكنها للأسف الشديد كانت حكومة كلام أكثر ما هي حكومة أفعال. وهذا يقودنا إلى سؤال، أنه الحاكم الفعلي للعراق هل هو طرف داخلي أم طرف دولي يتحكم بمفاصل العراق الأمنية السياسية الاقتصادية؟ يعني لا أخفيك سرا إذا قلت لك بأن العراق يمكن من البلدان الفريدة التي يتدخل بها أو بشؤونها الداخلية بل وحتى السيادية أكثر من طرف. ربما نستطيع أن نجعل العراق أو نعتبر العراق للأسف الشديد نقولها وبحرقة ساحة لتصفية حسابات لفرض أجندات. يحيط بالعراق 6 دول منها العربية ومنها الإسلامية، ولكن بصراحة هذه الدول كلها متدخلة بالشأن العراقي، ولكن على شكل درجات. يعني لعد عذرا للمقاطعة أستاذ علي، لا حد يتكلم بالسيادة المفروض من الأحزاب الموجودة ولا الشخصيات، الكل يقرها، والعجيب بالأمر حتى هم الساسة نفسهم يحترفون بأن السيادة مخترقة وأن هذا البلد ليس كامل السيادة، وكأنهم هم ليسوا جزء من هذه المنظومة السياسية. يعني وكما يقولون إقرار المرء على نفسه حجة. كل الكتل السياسية وحتى رؤساءها عند لقاءاتهم أو ظهورهم عبر الشاشات يقولون بأن العراق مخترق السيادة. طيب وأنت جزء من العملية السياسية، جزء من النظام السياسي، ليش ما وضعت حد لهذه الانتهاكات؟ ليش ما سعيت إلى تطبيق الدستور الذي كتب على عجالة والذي في ديباجته الأولى يقول العراق بلد ذو سيادة ذو أرث حضاري وأرث دبلوماسي، وهو بالفعل كذلك، ولكن هذا ما كان عليه، لأن العراق قد يكون سبق كل البلدان العربية بما فيها الشقيقة مصر بدخوله إلى هيئة الأمم المتحدة التي كانت تسمى في حينها عصبة الأمم المتحدة. صحيح. في العام 1932. وأيضا لديه جيش ممتد لأكثر من 103 سنين. وبالتالي كما قلت لك كل مقومات نجاح الدولة موجودة، لكن الخلل يكمن في الإدارة والإرادة. هذا كلام سليم وكلام جميل، يمكن أستنتج من اللي تفضلت به أنه بسبب ضعف القرار السياسي وغياب السيادة
أنه إحنا مسيرين ولسنا مخيرين في إدارة هاي الدولة، يعني معناها أنه هذا البلد يتم التحكم به وإدارته من أطراف أخرى خارج وأعلى قوة وسلطة من اللي دي يحكمون اليوم أو اللي يقال عنهم أنهم يحكمون بالعراق. طيب إذا هم نعم تفضل. نعم. وهذا هو عين الصواب. لا يزال خروج قرار سياسي باعتباره من الداخل العراق نعتبره بمثابة المخاض العسير، لا يوجد لدينا صناعة للقرار السياسي. طيب إذا هم ضعفاء، إذا هم ضعفاء يعني بإدارة هذه الدولة، ودولة ليست دولة عادية أو هامشية، احنا نتكلم عن بلد موقع استراتيجي وثروات طبيعية وكثير من المقومات، طيب ليش مدى يتحلون بالشجاعة والجرأة أنه ينسحبون من إدارة هذا البلد ويسلموا لناس تستحق؟ يعني كما تقول الحكمة، لا يستطيع أحدا أن يمتطي ظهرك إلا إذا كنت إليه منحنيا. هذه الإنحناءات هي التي أوصلت العراق كما قلت حضرتك، هذا البلد الريادي والبلد الاستراتيجي في موقعه، في ثرواته، في إطلالته على الخليج، نعم، في مؤثراته. العراق كان ولا زال يفترض أن يكون بيضة القبان، وحتى في المجال السياسي والمجال الدبلوماسي كان العراق من البلدان التي يشار إليها بالبنان، لكن للأسف الشديد اليوم أقوى أو ربما يعني أكثر ما نسجل عليه الضعف والوهن هو الدبلوماسية العراقية المتمثلة بوزارة الخارجية، نعم، التي قد تكون لا أقول طائفية ولكن قد تقول قومية أكثر ما هي وطنية. وبالتالي شهدنا بالفترات الأخيرة عندما تعرض مثلا الإقليم إلى الاعتداء سارعت وزارة الخارجية بالشجب والاستنكار، لكنها غضت النظر في مجالات أخرى، وبالتالي فشلت في أن تكون وزارات الدولة تمضي ضمن السيادة العراقية بقدر ما هي تمضي ضمن أجنداتها. اليوم الانتماء للأسف لا ليس للوطن ولكن الانتماء للخارج، وهذا هو ما كسر ظهر العراق. هذه الانتماءات وهذه الانحناءات هي التي أوصلتنا، إضافة إلى كما قلت ضعف الإدارة وسوء الإرادة هي التي جعلت من هؤلاء الساسة الذين لا يفقهون في أبجدية السياسة. أنا لا أقول بالمجمل، لكن حتى من كان منهم فارس المغوار هو لا يستطيع أن يسبح عكس التيار. يعني إحنا اليوم كمراقبين للمشهد السياسي وكمنصفين ومن باب الإنصاف نقول مثلا حكومة السيد السوداني مختلفة نوعا ما باعتبار الرجل هو من الداخل، من سياسيين الداخل، تمام، تأزر أكثر من منصب، فهم اللعبة السياسية، فهم متطلبات المواطن، لكنه في نفس الوقت غير مبسوط اليد، الأمر الذي جعل المضي في حكومة قوية صعب، لذلك هو توجه إلى المجال الخدمي، إلى المجال الاقتصادي، يستطيع من خلاله تحقيق بعض ما يصبو إليه المواطن العراقي بعد أن وصلت مرحلة من اليأس للعراقيين بأنهم طيب حتى ابتعدوا عن واقعهم السياسي. أريد أرجع لحضرتك بعد لحظات أستاذ علي، أكو جزئية تفضلت بها تتعلق بإدارة محمد الشيعة السوداني للدولة، لكن بعد لحظات إذا تسمح لي نأخذ أبو علي من لندن ويانا نسمع رأيه. تفضل يا أبو علي، حياك الله. الله يحييك ومن عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أعرف السؤال من يحكم بالعراق؟ نعم، هذا السؤال من ضمن مجموعة أسئلة، من اللي يدير شؤون العراق الحقيقية؟ من الحاكم الفعلي للعراق اليوم؟ أولا النجف هي تحكم بالعراق، مرجعيات النجف، السيستاني ومحمد رضا السيستاني وجواد الشهرستاني وكيل السيستاني في قوم الصور، ومرتضى الكشميري وكيل السيستاني هو اللي يحكم العراق. وثانيا الحكم الرئيسي الحرس اللاثوري الإيراني الإرهابي يحكم العراق. دولة كلهم ما لكم شغلة بيهم، دولة بالخضراء كلها ما لكم شغلة بيهم. لا أكو رئاسة جمهورية ولا أكو رئيس وزراء ولا أكو وزراء. الحكم بالعراق بيد إيران عمي. هو اللي يحكم خامنئي، وخامنئي مشي السيستاني ومحمد رضا السيستاني. طيب احنا نقول احنا نسأل ونقول بأنه أنت عندك جيش وعندك مؤسسة أمنية شرطة وعندك ميزانيات وعندك إمكانيات بشرية، ليش احنا ضعفاء لهذه الدرجة؟ مثل ما قال الأستاذ علي الصاحب، ليش احنا حانين ظهرنا إلى الآخرين حتى يمتطوا علينا أو يمتطونا إذا صح التعبير؟ ليش إحنا سامحين
لإيران وغير إيران أن تتدخل بالشأن العراقي إذا هم يقولون إحنا جينا نخلصكم من نظام قمعكم واستبد ودمر هذا البلد، إذا يقولون إحنا جينا لبناء العراق الجديد، طيب شنو مقومات العراق الجديد؟ ما حد يعرف، صار لنا 20 سنة من سيء إلى أسوأ. ذولا ليش رهنوا مستقبل هذا البلد وشعبه وثرواته إلى الآخرين؟ أستاذ محمد، نعم. الميليشيات الشيعية والأحزاب الشيعية سلموا العراق كاملة إلى إيران، وخامنائي هو اللي يحكم في العراق. طيب حتى بس لا يكون أيضا دول. حتى لا يكون أكو لبس، حتى نكون واضحين ومنصفين بالطرح، أنه لما تذكر جزئية تتعلق بالطائفة المعينة لا يتم التعميم، حتى يكون أيضا الكلام واضح. لا لا، هو الحكم الشيعي أخي، الحكم من الناحية الظاهرية، لكن أهل الجنوب والوسط اللي هم من الغالبية الشيعية متضررين بقدر كل الشعب العراقي. لا لا، من فساد هؤلاء. أكثرهم عدم رواتب، أكثرهم عدم رواتب. وجهة نظرك. أنا أشكرك أبو علي من لندن، شكرا جزيلا لحضرتك. اللي طلعوا بثورة تشرين مشاهدينا الكرام، بس تعليق بسيط على الجزئية اللي ذكرها سيد أبو علي، أغلبيتهم من وسط وجنوب العراق من الشريحة المتضررة. أكثر المحافظات العراقية فقرا هي المحافظات الجنوبية والوسطى، حتى نكون أيضا منصفين. الرد على هذا الكلام السيد أستاذ علي الصاحب، هل تمثل هذه الأحزاب التي تدير شؤون العراق بشكل سيء، هل تمثل المحافظات التي تدعي هي تمثيلها؟ أنا أعلق على ضيفك، ولكل الآراء محترمة لطالما نحن في فضاء الحرية والديمقراطية. نعم. يعني حتى أكون منصف معاك، الرجل لم يكن منصفا في وصفه لما يدار في العراق. أولا، من ناحية دينية مرجعية السيستاني متقاطعة مع مرجعية إيران، باعتبار أن مرجعية النجف هي لا تقرب ولاية الفقيه، هاي من جانب. ومن جانب آخر أيضا المرجعية الدينية كانت في بداية حقا نقولها ولها أثر ولها مكانة في الواقع السياسي، ولكن بعد سنين وبعد الانتخابات الأولى والثانية والانتكاسات وربما السرقات التي وصلت وأصبحت تسلم الأنوف، ابتعدت النجف كليا عن حتى وصلت لمرحلة عدم استقبال أي شخصية سياسية. هذا من جانب. جانب الآخر، الأخ يقول لا الجنوب وضعه جيد والكل يستلم رواتب، وهذه للأسف الشديد أنا لا أحب أن أتجاوز حتى بالمفردات، ربما الرجل يعني ليس قريبا على المشهد، عنده مغالطة، مغالطة مع المشهد ربما. نعم نعم، من المناطق الحقيقة التي تحت خط الفقر هي مناطق الجنوب، رغم أنها مناطق هي التي تعطي للعراق أمواله باعتبارها مناطق ينبع منها النفط، وخاصة البصرة وميسان وذي قار، أشد المناطق، وأيضا الديوانية والنجف وغيرها. يعني بالمفهوم بالصراحة العميقة نقولها، المناطق الشيعية هي أكثر فقرا رغم أنها يفترض أن تكون أكثر غنى. وهذا كلام ممتاز، هذا كلام ممتاز. ليش 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 يا أستاذ علي؟ لأنه إدارة الدولة، وأنا دائما أقول هذه العبارة، لأنه لا توجد لدينا فرسان سياسة تستطيع أن تعطي لكل ذي حق حقه. السلطة في العراق يا سيدي رغم أنهم استخدموا مظلومية أهل الجنوب كورقة. نعم. كورقة لعبت من 2003. أكيد أكيد، هم قفزوا على جراح هؤلاء الناس، جاءوا بثورة كما أثيرت سابقا في التاريخ، يعني ثارات الحسين، أصبحوا هم أيضا يتغنون بالثورة الحسينية. نعم. مرة، وبالمظلومية لأهل. نعم. الجنوب مرة أخرى، لكن بمجرد أن تسلموا السلطة هم أول من، لا أقول يعني قتل ولكن حاول، لأنه من تعرف حضرتك يقول قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. نعم. وبالتالي هذه المناطق فقيرة جدا ومتردية الحال، بدليل أن كل الفقر ينبع من هذه المناطق. على العموم السلطة. نعم. التي تدار في العراق للأسف سلطة هجينة، المحتل جاء بما يسمى بلبننة العراق، أي جعل الرئاسة الجمهورية لقومية أخرى، والسلطة والسلطة التشريعية أو البرلمان لرئاسته لمذهب، ورئاسة الوزراء من مذهب آخر، الأمر الذي ساعد على تأجيج مرحلة من الطائفية، ولكنها ولله الحمد انتهت. الآن بيحاولون يرجعوها أستاذ علي،
لا لا سيدي ما ترجع، الآن طائفية سياسية الآن. نعم. هم يتقاتلون فيما بينهم. نعم. وأنا أقولها بصراحة، ربما بخت العراقيين أوقعهم فيما بينهم. اليوم البيت الكردي منقسم على نفسه، والبيت السني منقسم على نفسه، والبيت الشيعي منقسم. نعم. على نفسه، بل أن الخلاف وصل إلى مرحلة الحزب الواحد. نعم. يعني يتقاتلون، يعني هم إحنا عندنا حوبة، لأنه إحنا عراقيين أعطينا الكثير وضحينا الكثير، ولكن للأسف الشديد الواقع العراقي واقع مرير تتخلله كثير من العقبات. لا يوجد لدينا حتى قاسم مشترك. اليوم المواطن مبتعد كثيرا. أنا ربما أتحدث لك أجيبك على كل ما في بالك بدون أن تسألني، لأن في قلبي حرقة. بس أنا أريد شوي، أريد شوي شوي أستاذ علي، حتى لأن عندي الأسئلة حتى لا تخترق. أرجع لك في اللحظات. أبو علي من بغداد، تفضل يا أبو علي، حياك الله. سيد أبو علي من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك وضيفك الكريم. حياك الله، حياك الله أبو علي. أستاذ محمد، أولا نحن ما نتحدث فاضي، هذا قبل شوية أبو لندن مع الأسف أنت تحاكي، هاي هذا مشكلته أي إنسان احتبره، أي إنسان راح ورا السقوط لبريطانيا، هذا كان جاسوس وين الأمريكان وين البراطي. هو يعني ذولا، يعني ذولا اللي ذولا اللي دي يحكمون العراق هسه على هذا الكلام. تمام تمام تمام، بس هسه اوكي عبرناها. هسه معناها هذول كلهم اللي موجودين بحكم العراق جواسيس وعملاء وخونه، لان هم كلهم او اغلبهم اللي كان باستراليا، اللي كان ببريطانيا، اللي كان بامريكا، اللي بفرنسا، اللي راح السوريا، اللي كان بايران، يعني ذولا عملاء من هذا المفهوم، كلهم عملاء وخونه وجواسيس. تمام استاذ محمد، انا اقصد لك ذول كانوا يشتغلون الامريكان، ذول اللي هناك خدم يعطون جواسيس عن المقاومه وعلى شيء. تمام. عندي سؤال، عندي سؤال ابو علي، سؤال الحلقه. تمام تمام. ايران مو بيضت وجه العرب، ايران ماشي. ايران مو قطه السلاح للمقاومه، بيضت طيب. وجه الوطن. نجيها 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 نتناقش بهالجزئيه. اريد اسالك، أريد أسألك، بس أريدك أيضا تهدأ شوية حتى يصير الكلام أخذ وعطى. إذا يصير الموضوع صياح، بس اسمح لي، اسمح لي يا أبو علي، إذا يصير الموضوع صياح وصراخ لا المشاهد راح يفتهم، لا أنت راح تفتهم، ولا أنا ولا ضيفنا. بس اسمعني يا ابن الحلال، اسمعني اسمعني قلبي، اسمعني لو سمحت أبو علي. من اللي دا يحكم العراق اليوم؟ هل هي الأحزاب؟ هل هو حزب معين؟ هل هي إيران؟ هل هي أمريكا؟ من اللي دا يحكم العراق اليوم يا أبو علي؟ هو حكومة، هي حكومة منتخبة من الاتحاد. طيب لعد احنا ليش ما عندنا سيادة يا ابو علي؟ الخليجية تمام، الدول الخليجية تأمر حكم امريكا. تمام. مصر كلها حكم اردن، قاعدة كلها حكم، هاي المناطق موجودة بالدول. ماشي واقعيين يا اخي، ماشي ماشي. ابو علي بس دقيقة، يعني انا افتهمت الجواب. طيب ابو علي انت طاب تتكلم، بس لو تسمعني حتى اسألك وتجاوب. أنا سألتك وأنت جاوبت، قلت عندنا حكومة. طيب إحنا إذا عندنا حكومة، إحنا ليش وضعنا بهذا السوء؟ إحنا ليش بلد مخترق، بلد بلا سيادة؟ إحنا ليش عندنا شخصيات موجودة بالعراق تقول أني ولائي للإمام الخامنئي، أني للولي الفقيه أعطي ولائي؟ ذولا مو المفروض يحاكمون بتهمة التآمر والخيانة العظمى؟ إحنا ليش عندنا هاي الفوضى؟ اليوم العراق يصنف من أنه البلدان الفوضوية اللي شريعة الغاب هي اللي تطبق به. عجبا إذا كان عندنا دولة، ليش إحنا هيك وضعنا؟ أستاذ محمد، أولاً هي مو قضية أنه هاي تربطهم شغلات عقائدية. وبعدين أقول لك أنا الحشد والمقاومة، إيران ساعدت ما دولة عربية. دولة عربية غابت وساعدتهم، طتهم سلاح، قوتهم ضد إسرائيل، ضد الدواعش. فهذا ممكن أنه يقولون إحنا اللي ما لي أشكال، تربطهم شغلات عقائدية. تمام. فهاي الشغلة، بس هم عراقيين يبقون ولد العراق، دافع العراق، قطوا شهداء. هاي العراق مليانة صور شهداء، دول منين جو ياكي؟ مو من شخص ثاني دولة؟ يعني نسى تضحياتهم، نسى الأشياء اللي قاموا بها. وصلت الفكرة أبو علي، يعني شكرا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أبو علي، وصلت الفكرة. راح نتكلم ونناقش اللي تفضلت به. أستاذ علي، تختلف وجهات النظر وتختلف الآراء بين العراقيين. يبقى السؤال أنه أكو البعض اللي يعني يبرر لإيران انتهاكاتها، تدخلاتها، تجاوزاتها على الشأن العراقي أو على العراق بشكل عام. من تصريحات المسؤولين السابقين اللي حضرتك أكيد مطلع عليها، ما ذكر على لسان مسؤولين إيرانيين مقربين أو مستشارين للولي الفقيه هناك، بأنه العراق هو دولة من مجموعة دول تدار ضمن
ما يسمى بالحديقة الخلفية لإيران. بغداد هي العمق أو العراق هو العمق الاستراتيجي لإيران. بغداد هي عاصمة أو واحدة من مجموعة عواصم تدار من قبل إيران. ومن هذه التصريحات أو يعني بما معناه، ليش أكو ناس تتبرر لإيران؟ سيدي العزيز، يعني وإن كان العراق على مدى سنين طوال كان ضمن سياسة المحاور، لكن وحقك موضوع النظام الولائي ليس هو الأهم أو هو الأبلغ، باعتبار أن حتى نكون منصفين أغلب الدول إن لم يقل جميعها هي تفكر بطريقة البراغماتية، تبحث عن مغانمها، تبحث عن مصالحها، وبالتالي إذا وجدت بجانبها أو تحت هيمنتها دولة ضعيفة ذات ثروات تستطيع من خلالها كسب هذه الأموال فستسعى لكسبها، بما فيها الولايات المتحدة. الولايات المتحدة عندما جاءت إلى العراق لم تأتي بالكذبة التي أوصلتها لأغلب، لا أقول الجميع، بس ربما مرت على بعض الناس بأنها جاءت لتخليص العراقيين من نظام دكتاتوري. هي جاءت لتتمركز في منطقة الشرق الأوسط، تعتبر منطقة الشرق الأوسط منطقة نفوذ لها، إضافة إلى تريد أن تكون قريبة على الجارة إيران المتنامية عسكريا، وربما هناك أسلحة نووية، أسلحة تطور، أسلحة يعني تريد أمريكا أن تكون قريبة عنها. لذلك اليوم هذه سياسة المحاورة التي عانينا منها الكثير والتي أصبحت لاعب أساسي للجانب العراقي أضعفت الحكومة العراقية من الداخل، ليس لأنها قوية بل لأن الداخل هو ضعيف، وكما قلت لك لن يستطيع أحدا أن يمتطي ظهرنا إذا لم نكن له منحني. هذا الوضع العراقي أربك المشهد. العراقي ليس فقط حديقة خلفية لإيران بل لجميع الدول، ما بالك بدولة صغيرة لم تكن تشكل أمام العراق صفر على الشمال، تسرق نفطه ليلا ونهارا، بل تتجاوز على تاسع ميناء عالمي وهو ميناء الفاو، حتى ضغطت على الساسة العراقيين من أجل أن لا يكون عمق ميناء الفاو 19 متر، بل أوقفته على 14 متر وبنت. طيب هذا الكلام ممتاز. إحنا إذا عدنا هذه الإمكانيات العسكرية وهذه القدرات وهذه الفصائل وهذه الجهات الأمنية اللي البعض يقول بأن هم اللي يحمونا وهم اللي يأمنون حدودنا، ليش دا يعتدى على حقوقنا؟ ليش دا يعتدى على سيادتنا؟ ليش دا نقصف وما دا نقدر الرد؟ وهكذا من هذه الأمور اللي يطرح بها سؤال الدورة المؤسسة الأمنية والعسكرية شنو إذا مدى تقدر تحمي الاقتصاد العراقي والسيادة العراقية وأرواح العراقيين؟ يعني الكل يعرف خاصة ضمن المؤسسة العسكرية أنه الجيش العراقي لا أحد يزاود على قوته وعلى شجاعته وعلى تضحياته. نعم سيد علي، يبدو فقدت الاتصال ويا السيد علي الصاحب بسبب ممكن سوء الشبكة. نعاود الاتصال بالسيد علي الصاحب مرة ثانية، بس خلوني أسمع رأي السيد عبد الرزاق من بابل وياي. تفضل يا عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك ولضيفك أستاذ محمد. حياك الله، أهلا وسهلا. بالنسبة لليوم الولائيين وحكمهم وقيادتهم للبلد، هذا شيء واضح أستاذ محمد. لكنه أدي تعقيب على كلام الضيف في البداية لما يقول منجزات السوداني. إحنا كنا وزي البرية، كنا نعرف الوضع بالعراق. نعم. يا أستاذ علي الصاحب، شنو الإنجازات اللي سواها؟ إنجازات مجسرات، بنا مستشفيات، بنا مدارس، شنو اللي سواه السوداني؟ نعم. هذا أتمنى يجاوب عليه أستاذ علي. شكرا تفضل. بالنسبة بس لحظة أستاذ، بالنسبة للولائيين وصباحهم للخارج وبالأخص إيران، شو أستاذ محمد، خلينا أقول لك إيران أهم شيعتها قوميتها، وأهم شيعتهم بلدهم، يعني عندهم شعار هم يعني يمجدون هذا الشعار مالتهم، لكنه للأسف إحنا اللي يأكلون المعون هذا البلد واللي ولاءهم للخارج ما
عندهم تصير هي جتهم اشتغلت احنا نتفرع قراءة شعار استاذ محمد نعم لا عراق ولا لبنان روحي فداك يا طهران هذا اريد اسالك سؤال اريد اسالك سؤال سيد عبد الرزاق ادخال العراق بدوامه من الصراعات بسبب الميليشيات ودورها باثاره المشاكل في الداخل والخارج استهدافهم للمصالح الامريكيه او للقواعد الامريكيه طبعا هاي لعبه ما استهداف القواعد لكن مع هذا استمرارهم بهذا القصف على محيط القواعد او احيانا داخل القاعده يدخل العراق بمزيد من الازمات عقوبات اقتصاديه واضطراب امني السؤال هو انه ذول اللي دي يحكمون العراق محمد الشاع السوداني والاطار التنسيقي باعتباره هو القائد العام للقوات المسلحه هل هو دا يعلم بالتحركات العسكريه اللي دا تسويها هذه الميليشيات لو هو فاقد للسيطره اذا كان دا يعلم طيب ليش دا يتخذ موقف سياسي مختلف واذا كانت التحركات تكون بمعزل عن السوداني السؤال هو ألا يعتبر هذا تمرد وعصيان عسكري يستوجب تدخل الحكومة لمحاسبة من ينفذه؟ شوف أستاذ محمد أنت إعلامي وإعلام ماهر وتعرف كل الزيان بأنه السوداني ما عنده أي وما عنده أي قرار على الميليشيات الولائية فكل التحركات يعرف بها السوداني واللي خلف السوداني يعرف بالتحركات بأنه الميليشيات جاي تضرب بأوامر إيرانية والأتهى من هذا قبل كم يوم هي هذه الفصائل الموالية لما أمريكا ضغطت على إيران يعني أطلوا لعاز للفصائل بأنه نكروا بأنه إحنا ماخذين الأوامر من إيران إحنا اللي سوينا الهجوم على القاعدة الأمريكية مع العلم كل العراقيين يعرفون بانه اي تحرك لهذه الفصائل هو بامر ايران طبعا. يعني ما معناته يعني هاي الفصائل تريد تجيب الاتهام للعراق ليش احنا عايزين مشاكل يا اخي يا اخي والله العلي العظيم كل الشعب العراقي رافض لوجود هذه الميليشيات ورافض لوجود هذه الفصائل اللي راح تلحق الدمار بهذا البلد طيب. مو كفانا اشكرك شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل اعتذر منك لان الوقت يداهمنا أرجع لضيفي الأستاذ علي الصاحب معي عبر سكايب أستاذ علي طرح عليك الأخ عبد الرزاق من بابل سؤال يقول أنت حضرتك تفضلت وذكرت شيء عن إنجازات السوداني في حديثك قلت بأنه السوداني بسبب عجزة ربما توجه إلى الجانب الاقتصادي أو إلى الجانب التنموي لكن احنا اليوم كمواطن عراقي يطرح سؤال يقول لك أنا إلى الآن لم ألمس أي إنجاز حقيقي بعد مرور أكثر من سنة لمحمد الشيع السوداني وين إنجازاته؟ أولاً الكل يعرفني خاصة في القنوات الفضائية وما أكثرها في العراق وحتى خارج العراق أنا لست من وعاظ السلاطين ولست من المطبلين وربما أنا الأجرأ من بين أخواني وزملائي من يتحدث بصراحة وبقوة ضد الدولة ولكن مع كل هذا أنا لدي شرف الخصومة ولدي الفروسية أن أقول حتى لمن أختلف معه في الرؤى وفي التفكير أنك فعلت هذا جيد وفعلت هذا سيء السيد السوداني رغم فترة السنة ونصف أنا لن أقول هو أنجز لنا كل شيء أو جاء بمعجزة أو حقق ما نتمناه قلت جاء بوضعية مغايرة لأنه من أبناء الداخل ربما هو الوحيد الذي لم يأتي على ظهر الدبابة أو لم يكن في دولة أخرى ما قدمه أو ما أراد أن يتحرك بمحوره لأنه مقيد ليتهم لا يريدون أن يتسلم زعيم يصل إلى الذروة أو يصل إلى القمة هو ضغط أو مشى بجانب الإعمار ولا أحد ينكر ما فعله وإن كان ليس هو المطلوب الكلي ولكن أن تحصل على شيء أفضل من لا تحصل على أي شيء هو بحث جانب الاقتصاد ضغط على الاقتصاد العراقي من ناحية الدولار كان هناك مخطط أن يرتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وإن كان مدير البنك المركزي أنا على يقين بأنه هو ليس خياره لكن خيار الأحزاب اليوم الأحزاب والكتل ضاغطة حتى على السيد السوداني نفسه وأنا أقولها بلا وجل لكن هو ماذا على فكرة مثلا للإعمار بدأ بعملية فك الاختناقات بعملية بناء وحدات سكنية قد تكون في القريب العاجل سنة ونصف من حكمه ضمن هذه الضغوطات وهذه الإملاءات
لا نستطيع أن نقيم الرجل، لكن أنا أقولها بصراحة وليسمع من يسمع وليزعل من يزعل، السيد السوداني ليس وحده من يقود العراق، هناك أكثر من طرف لاعب ومؤثر في الواقع، وبالتالي تشتت القرار السياسي، بالتالي لن نستطيع أن نحقق منجزات، بالتالي أصبح لدينا مواطن عراقي بعيد كل البعد عن مؤسسة السياسية، وكما يقول الدكتور علي الوردي في كتابه مهزلة العقل البشري، كلما اتسعت الفجوة بين الحاكم والمحكوم سعى المحكوم إلى معاكسة أي دعوة يدعو بها الحاكم، وهذا ما رأيناه جليا في موضوع الدعوة للانتخابات التي لم تسجل خلال مرحلتين سواء البرلمانية أو مجالس المحافظات أكثر من نسبة 20%، رغم كل المحاولات من هذا الطرف أو ذاك أن ترتفع النسبة، لأن المواطن أصبح في وادي والحكومة والسياسيين في وادي آخر. طيب تعقيب بسيط وأريد الداخل ويا حضرتك، خليني أخذ مكان الطرف اللي ربما قد يختلف مع حضرتك بوجهة النظر اللي طرحتها، وهي أو بالرأي وهي أن السوداني قدم شيئا وإن كان ليس بالمستوى المطلوب لكنه يعمل. السؤال هو أنه هل يستطيع أصلا أن يعمل في المجال الاقتصادي والتنموي في العراق وبناء المشاريع، وبالتالي سيتعارض مع المستثمرين والأحزاب المنتفعة من مشاريعها الخاصة؟ ومثال على ذلك عندما دخل إلى مستشفى الكاظمية التعليمي، وحضرتك شفت المشهد ويعني تحدث بطريقة عصبية وقال الله لا يوفقنا على هذه الخدمة، قطاع المستشفيات الحكومي لا يزال على حالة بل يسير نحو الأسوأ. هل يستطيع السوداني الاهتمام بقطاع القطاع الصحي العام، خاصة وهناك من هو ينافسه بالقطاع الخاص لديه القدرة ولديه الانتماء الحزبي ولديه المال السياسي ولديه السلاح، يقدر يوقف يقدر ينفذ؟ أجيبك؟ نعم تفضل. هسه أنا أجيبك من زاوية باعتبارنا كلنا مسلمين ونحترم ما يقوله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لن يستطع فبلسانه، فإن لن يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنا اليوم من أنظر إلى هذه الحكومات المشلولة الولائية إلى الخارج ووصلت إلى مرحلة اليأس، وأجد من بين هذا الركام رجل يحاول أن يغير، لكنه أنا وكل المطلعين على المشهد السياسي نعرف جيدا بأن القطاع الصحي مجير لحزب خاص، والقطاع التربوي مجير لحزب خاص، والقطاع وبالتالي تقسمت الكيكة فيما بينها. لذلك لا نطالب الرجل بالمعجزات لأنه لا يمتلك عصا موسى. أنا لا أدافع عليه ولست من الذين يطبلون له. واضح واضح طرحك 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 معتدل أستاذ علي، لكن سؤالي سريعا أتداخل، هو من أي حزب خرج؟ هو أولا جاء يعني من عباءة حزب الدعوة، ثم انشق منهم كون فراتين، حزب الفراتين أو ما يسمى، حتى لم يدخل ضمن مجالس المحافظات، خرج من حزب الدعوة. المصيبة تكمن في الأحزاب الإسلامية، وأنا دائما أقولها ولست وجلا منها، المنظومة السياسية فاسدة بامتياز، وعلى رأسها الإسلام السياسي. طيب. أغلب المشاكل التي وصلنا لها جاءت من الإسلام السياسي، لأنها أفكار لن تأتينا بخير، لن تأتينا بشيء ينفع بلدنا، جاءوا بفكرة المعارض، وعمر المعارضة ما تبني البلد. لذلك اليوم أنا أقول نحتاج إلى مو فقط حكومة قوية بل وعي جماهيري. أنا أعول أو بل ربما أسجل تحفظي على المواطن العراقي الذي يعيش في سياسة القطيع، في العقل الجمعي، في ابتعاده عن الضغط على هؤلاء الساسة. للأسف الشديد الشخصية العراقية شخصية مزدوجة، شخصية ليست فعالة كما كانت في السابق، كانت قصيدة تلقى في شارع الرشيد مثلا تقلب الدولة بكاملها. لكن اليوم مع كل الموبقات الموجودة من هذه المكونات السياسية والأحزاب والثراء الفاحش، لكن المواطن العراقي ربما استقر في بيته يبحث عن لقمة عيشه، لكن يقينا أن هذه اللقمة مباركة من الله سبحانه وتعالى. طيب. على عكس الأموال والسحت الحرام الذي جمعوه وكثروه، أستاذ علي، سيكون يوما ما وباء عليهم. أغلب العراقيين، وهذا الكلام ملموس عن طريق الشارع وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، يقولون بأنه إيران أكثر من أمريكا لها تدخل بالشأن العراقي، مسيطرة على كثير من المفاصل،
بسبب ما تفضلت به من ضعف للحاكمين وتآمر على هذه الدولة باعتبار أنه بعضهم هم تربية إيران في فترة الثمانينات. النتيجة اللي بدنا نوصلها اليوم أنه حروب عبثية ويعني تخادم بين إيران وأمريكا نشوفه على شكل مسرحية تسمى ضرب القواعد الأمريكية والمصالح اللي نتيجتها ثلاث أمريكان وراء ما أدري إيش قد من القصف، ثلاث أمريكان راحوا بس. النتيجة أيضا أنه العراق دي يأكل عقوبات اقتصادية بشكل مستمر، تقع عليه عقوبات. واحدة من ذني الأمور طبعا اللي تحدثت بها السفيرة الأمريكية لينا رومانوسكي بخصوص العقوبات، تحدثت عن مصرف الهدى بالعراق وتقول بأن عقوبات الخزانة الأمريكية جاءت بسبب استغلال الوصول إلى الدولار لدعم منظمات إرهابية. تمام؟ أيضا فلاي بغداد اللي أخذت عقوبة من الخزانة الأمريكية بسبب نقل سلاح ونقل فلوس. العراق دي يستغل، دي يستباح من قبل إيران. إحنا شلون نقدر نخلص من إيران ومن التبعية إلى إيران؟ بس أنا خبر راح أحكي لك واحدة أقوى من ذن اللي تحدثت بين حضرتك. تفضل. في فترة المفاوضات بين إيران والأمم المتحدة ولكن هي أمريكا بالخلف في موضوع الملف النووي، كانت إيران متزمتة في موقعها، الضغوطات الأمريكية زادت على إيران وزادت على العراق باعتبار أن هناك، وهذا واقع لا ينكر، جهات من داخل الحكومة أو من داخل الواقع السياسي العراقي هي من تهرب العملة لإيران أو تساعد إيران أو هكذا. لكن بمجرد أنه إيران سمحت بنصب كاميرات على بعض مفاعلها النووية انفرجت الأزمة، وسمحت أمريكا للعراقيين ببيع النفط الخام الأسود سمى إلى الجارة إيران وشراء الغاز. يا سيد العزيز ألخص لك الفكرة، أمريكا وإيران يلعبون علينا تقول، هذا ملخص الحديث. أما من المتدخل أكثر؟ كلما اقترب المسافات كلما زادت كما يقولون زاد الضغط أكثر. لم تستطيع لا إيران ولا تركيا ولا كل الدول أن تتدخل بالواقع العراقي لولا أنها لم تجد أرض رخوة وهشة وشخصيات نفعية وشخصيات لن تستطيع أن تقف بوجهها. لماذا لا تتدخل إيران في شأن دولة أخرى؟ لماذا لا تستطيع إيران أن تسيطر على واقع السياسة في دولة أخرى حتى وإن كانت أضعف من العراق؟ لأن يبدو أن فيها سياسة قوية، يبدو أن فيها شخصيات لا تقبل هذا الخنوع. إذن لا نلوم الغريب بل نلوم القريب، نلوم أبناء جلدتنا، نلوم واقعنا لهذا التفكك. لهذا اليوم البرلمان في سبات، اليوم لدينا قوانين معطلة تخص المواطن العراقي لا يستطيعون حتى أن يمرروها. أكو جزئية أريد أتناقش ويا حضرتك بها أستاذ علي قبل لا يداهمنا الوقت. قرأت في مقال سابق جملة جميلة جدا، وهي أنه إيران سخية جدا بدماء الآخرين وبخيلة جدا بدماء أبنائها. ليش ما يفهمون اللي عندنا بالعراق إن كانوا من عامة الناس أو إن كانوا من الطبقة السياسية، أنه إيران تبيعك لو مهما كنت تكنلها من ولاء وتنفذ وتطبق تعاليمها وسياساتها في داخل العراق، تبيعك مع أقرب فرصة لما تحمل حديدة. والقصف الأمريكي أو التهديد الأمريكي بالقصف وإخلاء المقرات وكذا والانسحاب، ومثل ما قال السيد أبو علي أعتقد السيد عبد الرزاق من بابل، أنه يقولون احنا ما لنا علاقة، مو احنا القصفنا، وهذه ليست أوامر من إيران، إيران تبيع الصاحب قبل البعيد. ليش متمسكين بها؟ لأنه لهم ليسوا أهلا لها سيد العزيز. السياسة لها رجالاتها والقيادات لها رجالاتها. لما يجي إنسان هو لا يفقه لا بالسياسة ولا بالقيادة ويتصدر المشهد أكيد خطواته، لكن هاي الحالة اللي قلت عليها تسجل إيجابية لدولة إيران لطالما تحافظ على مواطنيها، على عكس ما تسجل على سياسينا. صحيح. اللي فرط باقتصاده وثرواته بخيراته بأبناء جلدته من أجل أن يرضي غيره، لأنه يدرك تماما هو ليس له بقاء الآن إلا بأن يستمد قوته من الخارج. العامل الخارجي مؤثر على الواقع العراقي. أيضا أمريكا لن تدفع بمواطنيها. من يقاتل بالعراق أنا على يقين أنه مرتزقة. كل الدول تحاول أن لا تضحي بأبناء شعبها لأن أبناء شعبها غالين عليها. إلا الدم العراقي مستباح رخيص، سميه ما شئت،
لكن ليس لأنه رخيص، لكن لأن من تسلط على سلطة القرار كانوا ضعفاء، كانوا لا يقيمون وزنا لهذا المواطن المبتلى على أمره وربما نعم. الخانع في محل. أسألك سؤال أخير أستاذ علي واختم يا حضرتك، هل تعلم جنابك بأنه لا توجد فقرة في الدستور الحالي تعنى بالمعاقبة على جريمة الخيانة العظمى سوى بند واحد فقط يتعلق برئيس الجمهورية فيما لو قام بالخيانة العظمى يعاقب؟ عندنا قانون العقوبات، قانون العقوبات فقرة 158 تتحدث عن الخيانة العظمى، ليش لم يتم تضمينه أو تضمين هذه الفقرة في الدستور؟ هل هم يعلمون مسبقا بأنها قد تؤول ضدهم الأمور؟ طبعا، وهو من كتب الدستور سيدي يقال والعهد على القائل بأن هناك 50 شخصية، أنا قد أعرف منهم 10 شخصيات نعم أقدر أن أصفها بالجيدة، ولكن من كتب الباقي؟ أكيد شارك منها الخارج، وبالتالي خرج لنا دستور مريض، دستور أنا دائما أقول مشكلتنا في هذا البلد يكمن في جزئيتين، البرلمان العراقي والدستور العراقي. لكن موضوع الخيانة العظمى ما يختلف على الاثنين، الخيانة العظمى عقوبتها الإعدام، لا بها مجال سواء كان في بلد إسلامي أو كان في بلد راديكالي أو ليبرالي، عقوبة الخيانة هو الإعدام، موجودة في كل دساتير، وكل شروطها وتفاصيلها تنعكس وتنطبق على هؤلاء. بالضبط، لأنه يدرون بنفسهم هم من سيمارسون هذه الرذيلة، وبالتالي كثير، ليست فقط هذه، كثير من النقاط التي مررنا عليها بالدستور هي نقاط مخجلة، نقاط غير حتى صريحة، وبالتالي كل ما اختلفوا فيما بينهم ذهبوا إلى الدستور ففسروه على أهوائهم. صحيح. لدينا كثير من الأخطاء ولدينا كثير من المعرقلات، نتمنى أن يكون القادم خيرا، نتمنى أن يتفهم هؤلاء الساسة بأن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وبأن الشمس مهما غابت ستشرق من جديد، وستظهر الحقائق وسيبان كل شيء، لأن اليوم التاريخ ينقل بالصوت والصورة. شكرا جزيلا أستاذ علي الصاحب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية، كنت معي عبر سكايب في هذه الحلقة، أشكر حضرتك، والشكر موصول أيضا للمشاهدين الأحبة على طيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.